إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار فقال الله تعالى إن الله اصطفى آدم اختاره لرسالته اختاره للنبوة اختاره من بين خلقه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين على العالمين يعني على عالمي زمانهم العالمين عالمي عالم الإنس والجن فاختار الله واصطفى الله سيدنا آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على عالمي زمانهم أو قيل على جميع العالمين على أساس أن من آل إبراهيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فذرية بعضها من بعض يعني في التناصر في الدين كما قال الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يعني في الضلالة كما أن المنافقون يتناصرون في الضلالة فأهل الخير وأهل الإيمان وأهل الصلاح وأتباع الأنبياء يتناصرون في الهداية والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم واذكروا يا من تقرؤون القرآن وراء محمد صلى الله عليه وسلم حين قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا قالوا بأنها كانت مسنة ولم تنجب بعد فنذرت لله تعالى إن هي حملت أن تجعل هذا الجنين الذي يأتي وليدا يكون أن تجعله خالصاً لعبادة الله تعالى ولخدمة بيته في المسجد الأقصى إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرراً يعني خالصاً لعبادتك فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها ولدت
قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. وما كانوا يقبلون في بيت المقدس في المسجد الأقصى، ما كانوا يقبلون خدما ورعاة من الإناث. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. قيل هذه الكلمة من كلام الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، والمراد بها وليس الذكر الذي تمنته امرأة عمران كالأنثى التي أرسلها الله تعالى إليها. بمعنى أن هذه الأنثى التي أرسلها الله تعالى إليها خير من الذكر الذي كانت تتمناه. وليس الذكر كالأنثى، قيل هذه الكلمة من حضرة الله تعالى، وليس الذكر الذي تمنته امرأة عمران كالأنثى التي أرسلناها لها، وهي السيدة مريم. وقيل أنها من كلام امرأة عمران، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم حدث قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، يعني طعنه، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. في فضيلة لسيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والسيدة مريم بأنه لم ينخسه ولم ينخسها الشيطان لقولها وسؤالها ربها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شو رأيك شي ابن من أبنائك تجعله لله تعالى؟ يعني واحد طالعه طبيب ماشي الحال، واحد طالعه محامي ماشي الحال، واحد نزله معك على التجارة مشان يساعدك بكبرتك ماشي الحال، بس شي واحد قال له بابا أنا بديك أنت تكون خادم لدين الله عز وجل. أنتوا يا شباب شو رأيكم شي واحد بيناتكم هيك ينظر نفسه لله تعالى؟ ما الله عز وجل قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ شو رأيك تبيع تجعل حياتك كلها موقوفة لخدمة دين الله عز وجل؟ كان شيخنا عليه رحمة الله يحكي لنا قصة، أبوه الشيخ أمين كان بيحب ولد من أولاده أنه يكون شيخاً، يكون داعيةً من ورائه ويكون خادماً لهذا الدين، وكان حاطط عينه على ابن من أولاده، بس هذا الابن فيما يبدو بأنه أراد أن يدرس دراسة أخرى غير الشريعة. فلما ذهب هذا الابن ليدرس دراسة غير الشريعة، شيخنا قال أنا كنت ولد صغير شفت أبي زعل، قالوا أنا كنت بالمدرسة شاطر والحقيقة ممكن أني أدرس يعني دراسة كتير عالية. قال فأنا ذهبت ورحت اشتريت لفة أو جاب لفة ولفها على رأسه وذهب إلى أبيه وقال له يا أبي أنا بدي صير شيخ وأريد، كانت المدرسة يعني هي إلى طريق معين ودراسة المشيخة إلى طريق آخر، قال له أنا خلاص بدي أترك المدرسة وصير شيخ. فبيذكر الشيخ بأنه مدير المدرسة أساتذة المدرسة جاءوا لعند الشيخ أمين يعني أبوه للشيخ ليقولوا له أنه وين أنت خليت ابنك يترك المدرسة، هذا ابنك له مستقبل. فالشيخ قال لهم سلوه الشيخ أمين، الشيخ أحمد اللي هو الابن كان ولد صغير قال لهم أنا خلاص قررت أمشي وراء أبي في طلب العلم الشرعي، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. قال العلماء سلك بها طريق السعداء. الله يسلك بنا طريق السعداء. امرأة عمران صادقة في طلبها من الله عز وجل وصادقة في إقبالها على الله عز وجل، قال فالله عز وجل قبل منها هذه البنت وسلك بها طريق السعداء. قال ومعنى التقبل فتقبلها ربها التكفل بالتربية والقيام بشأنها. إذا أنت صدقت مع الله عز وجل ولو أنت ضعيف ولو أنت ينظر إليك بأنه مين أنت، إذا الله تكفل تربيتك وتكفل القيام بشؤونك الله وكيلك، وأنت أضعف الخلق بيجعلك من خيرة الخلق. بس أنت أصدق مع الله عز وجل. يا إخوان يا شباب يا رجال أصدقوا مع الله عز وجل في خدمة دينه، قرروا قلولوا تدخلوا على الله أنه يا رب دخيلك تجعل على أيدينا خدمة هذا الدين. وكفلها زكريا. زكريا بيكون جوز خالتها ويقال بأنه زوج أختها، فالله جعل نبي يتكفل سيدتنا مريم وهي صغيرة.
لما أنت بتصدق مع الله عز وجل الله بيسخر لك شو معنات نبي؟ خيرة خلق الله تعالى الأنبياء، الله بيجعل خيرة خلق الله يعتنون بك. طيب كيف يا أخي؟ لا نبي، خلاص انتهت النبوة، إلا شلون مين بده يعتني بي؟ أنت إذا صدقت مع الله رب العالمين عطاؤه واسع، يهيئ لك من التربية والعناية والرعاية والإمداد ما لا يخطر لك على بال، بس أصدق مع الله عز وجل. أكثروا يا أخوان من ذكر الله تعالى، أكثروا من مناجات الله تعالى، أكثروا من الدعاء والتضرع بين يدي الله تعالى، لأنه ما من دعاء تدعوه لربك إلا سيستجيبه لك. بس بقال أنت ماذا ستطلب منهم؟ قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. هذه البنت اللي هي ستنا مريم لاحقا، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم سيدات نساء أهل الجنة أربعة، صارت سيدة من سيدات نساء أهل الجنة ستنا مريم. أول واحدة مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم هي زوجة فرعون، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه البنت التي كان ينظر إليها بأنها ضعيفة وأنها بسيطة، جعلها الله تعالى سيدة من سيدات نساء أهل الجنة. تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، والله جعلها من الأولياء وأعطاها كرامات. قال كلما دخل عليها زكريا المحراب، غرفة العبادة التي تتعبد بها مريم، وجد عندها رزقا طعاما. قال يا مريم أنى لك هذا؟ ما جبت لك أنا أكل، منين هذا الأكل؟ قال بعض المفسرين كانت تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا صرت خادم لدين رب العالمين، إذا تقبلك ربك بقبول حسن، إذا أنبتك نباتا حسنا، الله وكيلك، قوانين الكون مالكها يجريها لنفعك وخيرك. هنالك في ذلك الوقت سيدنا زكريا ما كان عنده أولاد وكان طاعنا في السن، قال دعا زكريا ربه، والله إذا بيجيني ولد هيك مثل هالبنت، تخيل أنت يصير عندك ولد من الأولياء، الله أكبر، بنت من الأولياء. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، أولادا صالحين، بدك تدعي إدعي بالأولاد الصالحين، ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، يعني بسيدنا عيسى. سيدنا يحيى وسيدنا عيسى متجايلين في السن، ولما سيدنا عيسى أظهر النبوة كان من أول من آمن به سيدنا يحيى. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، يعني بسيدنا عيسى، وسيدا سيسود قومه سيدنا يحيى، وحصورا أنه بعيد عن الميل إلى الشهوات والميل إلى المغريات، وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام؟ سيدنا زكريا كان طاعنا في السن وامرأته، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. هلأ هم في درس كتير مهم يا أخوان، لأنه مرات في شغلة أنت بتصعب عليك بل تعجز عنها، بل كل من حولك بيقول لك مستحيل هي تصير، هي مستحيلة عندك ومستحيلة عندي وهي تشق علي وتشق عليك، بس إذا أنت طلبتها من سيدها بصدقين فالله عز وجل وهو هين عليه الأمر سهل عليه. قد يقولوا لك كل الناس أخي أنت ما في هذا المريض تبعك ما في أمل منه، أنت ابقى ضارعا على باب الله، معتكفا على بابه، ملتجئا إليه، رب العالمين إذا أراد أمرا كن فيكون. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. مرات نفسك الأمارة بالسوء عم تعذبك، في مصيبة عم توقعك فيها وأنت أتعبتك وأرهقتك والحقيقة ما عاد عم تتحمل ومللت من كثر ما عم تزل وتتوب، تزل وتتوب. لا تيأس أن تبقى على باب الله تعالى ضارعا، هي هالأمر صعب عليك أنت وصعب علي أنا، بس على حضرة الله عز وجل ليس صعبا، وربما يكون الفرج قريب، بس خليك ضارع، خليك منكسر، خليك سائل، خليك واثق بأن الله عز وجل يعطيك، علما أنك بدعائك هذا مأجور، وكلما طال الدعاء طال الأجر. قال رب اجعل لي آية دلني على علامة إذا رأيتها علمت أن زوجتي صارت حاملا لأشكرك.
قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. إذا استيقظت صباحا في يوم من الأيام ووجدت نفسك عاجزا عن النطق وعاجزا عن الكلام، ما عم تقدر تحكي، صرت تكلم الناس بالإشارة، ومضى عليك في هذا 3 أيام، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا. قال العلماء لو أن الله أذن لأحد بترك الذكر لأذن لزكريا إذ أسكت لسانه أن يترك الذكر، مع أنه أسكت لسانه عن النطق، قال له العلامة أنك أنت ما عاد حتقدر تحكي، أمره بذكر الله تعالى. معناته اللي بيناتنا عم يحكي لسانه شو؟ قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سبح يعني صلي بالعشي والإبكار. العشي من بعد زوال الشمس، من بعد الظهر إلى الليل اسمه عشي، ومن بعد صلاة الضحى إلى الظهر اسمه إبكار. وسبح بالعشي والإبكار يعني اشتغل بالذكر واشتغل بالصلاة.